اعتمد العلماء على اللغة القبطية في معرفة نطق كلمات اللغة المصرية القديمة، لكن اللغة القبطية هي مرحلة متأخرة تختلف عن بدايات ومفردات اللغة المصرية القديمة في المرحلة المبكرة. ده غير أن اللغة القبطية بتحتوي على عديد من اللهجات حسب المحافظات، وده اللي خلى النطق الصحيح للغة المصرية القديمة هو محاولات للوصول إلى الأقرب. ومن حسن حظنا أن ترك لنا المصري القديم كنز بالنطق الصحيح، وهو نصوص الأهرام، أقدم صلوات في مصر القديمة اتكتبت بطريقة بدائية وبتحتوي على نطق مفرد لكل كلمة. عرفنا الأبواب الوهمية ووظيفتها، إن هي كانت البوابة اللي بتعبر منها الروح وتخرج إلى النهار، وكمان المتوفى كان بيسجل عليها اسمه وألقابه ووظائفه، وعرفنا لقب المحترم يعني إماخو. وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامج لغتنا القديمة.